شفته ببداية السهرة نسب الأصوات لوين؟ عشرات آلاف القلوب يلي عم تخفق ومئات آلاف العيون يلي عم تطلع علينا. مساء الخير للجميع ومساء العيد اللي جاي، وبمسي بشكل خاص طلاب ستار أكاديمي الجديد. كم طالب رح يتنافسوا بالموسم الرابع ومين هني من أي دول جاي؟ الأكاديمية مثل ما شفتوا استعدت لاستقبال أولادها بحل جديد وتطوير شمل كل أقسامها، وفيها رح يتقدموا الطلاب بكل المجالات. خير، يمكن تأخرنا عليكم شوي مش كتير، ويمكن طولنا الغيبة، ويمكن خفتوا طول الغيبة أكتر، ويمكن في أسباب بتعرفوها ويمكن لا. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير مرة جديدة. عظمة اللوحة الأولى التقت مع رهبة اللحظة الأولى على خشبة المسرح، وهالشعور مشترك بيني وبين المشتركين. هني أول مرة بيخفق قلبهم بشعور ما بينوصف. خلال هال16 أسبوع الطلاب رح يكتسبوا مهارات عديدة. خلونا نستقبلهم مرة جديدة على مسرح ستار أكاديمي. بزمن سكت فيه صوت الحق وتشوه فيه السماء، بزمن ما عادت فيه الصورة بتحكي إلا لغة العنف، بزمن التغيرات الكبيرة وحدهم الشباب عليهم الاتكال يغيروا كل المشهد ويحملوا شعلة السلام صوب المستقبل. مسا السلام، لأنه السلام وحده يلي لازم يعم. يلي شفناه هلا هو مش رقص وغنى بيعبر عن فرح الطلاب، يلي شفناه هلا هو طريقتنا لنهزم الإرهاب.